أركان حرب حمدي محمد نجيب أحمد من المدفعية، قائد الكتيبة 40 مدفعية بنطاق الجيش الثالث الميداني برتبة مقدم أثناء الحرب، قاد وحدته الفرعية في التمهيد النيراني ومعاونة أعمال القتال للقوات أثناء إدارة معارك السويس. أرضي ولا الأسود، صادق في وعدي جبل وواقف على الحدود، شايل في قلبي علمك، رفع تملي رايتك، وإن حد فكر يجي جنبك مصيره موت. سبت يا بلدي بحمي أرضي ولا الأسود، صادق في وعدي جبل وواقف على الحدود، شايل في قلبي علمك، رفع تملي رايتك، وإن حد فكر يجي جنبك مصير موت. وعد الحر دين عليه ووعدك لو حد مسك، والله في سما لا نشيله من على وش أرضك. لواء بحري أركان حرب محمد صفوت أحمد عطا من القوات البحرية، ضابط بالقوات البحرية برتبة عميد بحري أركان حرب أثناء حرب أكتوبر. شارك ضمن القوات البحرية في تأمين الجانب الأيسر للجيش الثاني الميداني وإسكات الأهداف البحرية المعادية. بلدي في قلبي مهما طال الزمان، على كف روحي تروح فداكي مهما كان، ويمين الله وشرفي نبني فيكي وعلي، وحتبقي قد الدنيا دي وهدى الأوان. شايلك يا بلدي في قلبي مهما طال الزمان، على كف روحي ويمين الله شرف لابني فيك وعلك، وحتبقي قد الدنيا دي وهدى الأوان. وعد الحر دين علي وعودك لو حد مسك، والله في سما لا نشيله من على وش أرضك. طازم سلام وتحية واللي يضحي بروحه لأجل يلبي طلبك، واللي في وش عدو واقف يحيي أمل. عظيم سلام وتحية للي بيحمي عرضك، واللي يضحي بروحه لأجل يلبي طلبك، واللي في وش عدو واقف يحيي أمل. طيار أركان حرب حمدي عبد الحميد عقل سالم من القوات الجوية، ضابط طيار بالسرب الجوي 69 طراز ميراج 3 برتبة رائد طيار أثناء الحرب، شارك في الضربة الجوية الأولى، كما قام بتدمير موقع محتل من قبل دبابات العدو خلال معركة الدفرسوار. ستة اكتوبر اتغير تاريخ الكون، عزيمة وصبر فينا عمرها ما قلت، وقالوا علينا متنا وكل شيء مضمون، بقيت أبطالنا
واختلت وجبنا الحق لبلادنا خطونا عملها قدامنا ومنهم خدنا وردنا وبنورثها لولادنا. تاريخنا بيبتديش وشعنا بجمعه ضحى عشان نقدر نعيش. حكاية ما بتنسيش تاريخ ما بيبتديش حقيقة عظيمة جوانا في مصر الشعب جيش. 6 أكتوبر العالم وقف مبهور عدلنا خريطة الدنيا دي بإيدينا ويوم النصر في قلوبنا خلاص محفوظ. صور أكتر لعيشة في كل شيء فينا تحية لجيشنا وإرادته صمود ونصره من عدو كتب قوة التاريخ بطولة كتبها بيده بخطه. التاريخ ما بيبتديش التاريخ ما بيبتديش لواء مسلم محمود متولي علي من قوات الدفاع الجوي قائد اللواء 99 دفاع جوي برتبة عقيد أثناء حرب أكتوبر. الاشتراك بوحدتي في بناء حائط الصواريخ للدفاع الجوي لاعتراض طائرات العدو ومنعها من الاقتراب لقناة السويس لمسافة 15 كيلو متر شرقا. في 6 أكتوبر اتغير تاريخ الكون عزيمة وصبر فينا عمرها ما قلت وقالوا علينا متنا وكل شيء مضمون. بقيت أبطلنا موازين القوى اختلت وجبنا الحق لبلادنا خطونا عملها قدامنا ومنهم خدنا وردنا وبنورثها لولادنا. يحيى عبد الحميد محمد اللقاني من قوات حرس الحدود قائد فصيلة على الكتيب 24 مشاة برتبة ملازم أثناء الحرب. شارك في حرب أكتوبر كقائد فصيلة ضمن الفرقة 7 المشاة يسار تشكيل العملية للجيش 3 الميداني بقطاع شرق جنوب البحيرات المرة وأصيب أثناء العمليات يوم 17 أكتوبر 73. الأرض وبتنفس وفي قلب النبض لا يمكن شمسك يوم هتغيب. وجعك يا حبيبتي بيوجعني والدنيا بحالها بتسمعني أنا منك طول الوقت قريب. مش عايزك تقلقي أبدا طول ما أنا فيا آخر المشوار وفي وسط العتمة وسط الضربة أنا باب مفتوح وزواج الليل هتغيبه للنهار. لو يوم تحس بظلم وقهر وقت الضعف كلك ضهر وحيطة وسد يصد الخوف
اشوف في عيونك دمع صابع العشرة هايده. رقيب اول عبد الرازق سيد مصطفى من المدرعات، من الكتيبة 235 دبابات، اللواء 117 مشاة، الفرقة الثانية المشاة. شارك مع وحدتي في أعمال القتال ضمن الفرقة الثانية المشاة منتصف تشكيل العملية للجيش الثاني الميداني. رجب إبراهيم الدمياطي من المشاة، الكتيبة 509 مشاة، اللواء 120 مشاة. شارك مع وحدتي في أعمال القتال ضمن الفرقة الثانية المشاة منتصف تشكيل العملية للجيش الثاني الميداني. صموئيل مخلص رميس من المشاة، الكتيبة 12 مشاة، على اللواء الرابع مشاة. شارك مع وحدتي في الموجات الأولى من العبور واقتحام النقاط.